أهلا وسهلا بكم في القناة، قناة لطيفة ثيرموميكس. أهلا بكم أحبائي، اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة جديدة من وصفات ثيرموميكس. اليوم غادي نديرو نوتيلا بالنوازيت، لحقها وطريقها بالربو ثيرموميكس. وصفة صحية بامتياز، رائعة، مصوبة بالشوكولات الجيد. عارفين اش دايرين في الوصفه، عارفين اش ناكلو، عارفين اش نعطيو لوليداتنا. نيتيلا التي حماق عليها الكبير والصغير، اليوم غادي نديروها مقادير صحيه في البيت. هاد الوصفه التي يعشقوها الكبار والصغار، غادي نديروها بطريقه صحيه. فإلى عجبتكم الوصفه تابوناو في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب. ما تنساوش تدخلوا لصندوق الوصف، شوفوا رابط قناة شيف لطيفة، فهي غنية بالوصفات الرائعة والصحية كذلك. فكيف ما تعودتكم دائما الوصفات صحية، اليوم غادي نديرو نوتيلا التي حماق عليها الجميع بطريقة رائعة. في البول تاع ثيرموميكس نديرو 50 غرام تاع نوازيت اللي نكونو محضرينها مسبقا في الفران، شويه غير تاخذ شويه اللون باش تلقينا النكهه تاعها مزيانه. تكونو حيدنا شويه القشره تاعها، نسدو ونبرمجو 20 ثانيه، سرعة 10، وحنا تنطلعو غير بشوية. جمعو الجناب، كنو طحنا نوازيت مزيان ولا بودر ولا بودرة. تنزيدو 150 غرام تاع الشوكولا غيش اولي، نزيدو 150 غرام تاع الشوكولات الجيد بالحليب، نزيدو 100 غرام تاع الشوكولا غيش نوار، نزيدو 100 غرام تاع الشوكولات الاسود الجيد، نزيدو نسلي. ميتين وخمسين غرام حتى ميتين وستين، نزيدو معلقة كبيرة تاع زيت نوازيت كينس نوع عليها، نزيدو جوج المعلقات تاع زيت المائدة. الا ما كانش زيت نوازيت ديروا اما زيت القرقاع، ولا ما كانش زيت القرقاع ديروا 3 معلقات تاع زيت المائده. نزيدو معلقه كبيره تاع البخاريني اللوز او تاع النوازيت اللي وجد عندكم، معلقه كبيره عامره مزيان. نطحنو دقيقة سرعة 10. سدو ونبرمجو 3 دقائق 3 مينوت، حرارة 60 دوغري، فيتاس 2 سرعة 2. من بعد نطحنو دقيقة سرعة 5، نزيدو
هي لاباطا تارتيني تاعتنا موجوده، بلا ما نخليوها تسنى غادي نستعملوها. نديرو لاباطا تارتيني في قريعات، وحنا وصلنا نديرو النوتيلا في البيت في دقائق بالروبوت ثيرموميكس. وصفه صحيه بامتياز، اياه النوتيلا اليوم بالنوازيت وبالشوكولا غيش الشوكولات الجيد. عارفين اش ناكلو، عارفين اش نعطيو وليداتنا، وعارفين اش نقدمو للضيوف تاعنا. فإن عجبتكم الوصفه جربوها وردوا عليا في تعليق خاص بالوصفه. فوصفه ما تجيش جاريه، تنستعملوها مباشرة، تجي عقدة كيف تشوفوا معايا، رائعة في المذاق. ساعة نتمنى تذوقوها وديروها وتذوقوها. فإلا عجبتكم جربوها وردوا عليا في تعليق خاص بالوصفة، بارطاجيو الوصفة مع الحباب والصحاب باش يلتحقوا بنا الناس اللي عندهم هذا الروبو. شوفوا كيف تجي غزالة تبارك الله. وما تنساوش تدخلوا صندوق الوصف، شوفوا رابط قناة الشيف لطيفة، فهي أيضا غنية بالوصفات. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.